Et oui, nos serveurs t'ont léger. Ah, Mariam, et وينك هاني وينك انت يا شعار؟ شنيا معاش نشوفوك نشوفوك كم مدية كاو ايش تعمل بيك خليها ديما معاك والله لا مان. والله نبزني تصورش قديش مويتين بعضكم ومحليكم مساك عايش ولا قاعد يكذب عليك على الاخر لا لا صاحبي وسيم حب لي كلبي تعرف ايش يتاب يا اخي مش قلتوا مش تعملوا فواياج حقا بعد العرس عاد هذاك يا اخي ما تسافروا لما تعرس عندهم بالطبيعة اما لا يسافروا وهم مش معرسين مش بيه تخلصها انت الفواياج مادام انتم فرحانين والحاجه هذي بتزهيكم نخلصها ما يغلى عليكم شيء يا هاي فما جونس توني قريبا نمشيو تخسرنا دي مدام البيه بيه نشربك حاجه صاحبي نكسكروت قالك نشربك حاجه مش نوكلك حاجه يزيرش خليت انا اخذ كسكروت بالبال فابس تو حبي مش تقولي شنو اكثر حاجه تخاف منها خاف لي يجي نهار وتبعد عليا تحكي بجدك يعني هيدي كل عمري لخليك بحق تيدي طرفية ديجا كيفي نجري ونجري نحب العرس بيك في أقرب وقت ما عادش نجم نصبر عليك نبي نسلك نتا فازي شنو أكثر حاجة تحبها؟ نورمالمون هيدي تعرفها ديجا خاطر أنت أكثر حاجة نحبها في حياتي كل هذي أنا نحبك يا ربي يخليك لي ليه؟ يا ليه؟ تفضل اقعد ولدي اسمعني ولدي انت كبرت في العمر وجاء الوقت اللي لازمك تخمم في مستقبلك اللي احنا مسطرينه لك فهمتك شو تقصد بابا انت وبنت عمك تيسير مسمين على بعضكم وجاء الوقت باش نفرحوا بيك اما بابا انت تعرف لي انا وتيسير متربيين من الصغر مع بعضنا وكل اخوات عادي ولدي انا وعمك بيناتنا مصالح وما تم هذه المصالح احنا كي تعرسوا مع بعضكم معناتها انا لازمني بالصيف عليا يعني خو بنت عمي انا ما نحبهاش وهي كي اختي باش انتوما تكملوا مصالحكم باش مدخلني انا شنو ذنبي انا واخو امك وحنا ولاد عم وشوفنا وك عايشين لاباس علينا بيه بابا ما قلت انا كبرت باش نصارحك من الاخر انا عندي طفله نحبها وعندي مديده معاها متفاهمين باش نعرسها باش نعمل لها بنت الناس انا شو اما طفله وما تحبها وما شو الحكايه اللي تحكي فيها اخو ولدي راه ما نجموش نعملوا هكا بالنسبه لينا احنا لازم تعرف بنت عمك بابا كيفين عرس بنت عمي وانا الطفلة نحبها ونموت عليها مش عايشة فوق السطح ولدي فهمنا ولدي مريم هذا آخر نهار باش تراني فيه علاه ما فهمتكش الحق جايبني صعيبة مي هذا آخر نهار باش تراني فيه خاطر بابا غصب عليا بنت عمي لازمني انا خوها قال شنو هي بيناتهم مصالح ولازم انا نقف عليهم تقف عليهم معناتها تبيعني على خاطر مصالح داركم مريم ما عادش تقول تبيعني تعرفني قد ايه نحبك وقد ايه نبيع الدنيا الكل على خاطرك اما المرة هذي محطوط فيه بالحق كان فما حل نقول لك انت نورمال تلقى الحل مش هنا مريم نجم نخطفك ونمشي ونعيش بعيد عن الناس الكل اما في الاخر معنا مش نوصلوا يعني بعد ما حبيتك ضيعت وقتي تمشي وتخليني ما عادش تقول تمشي وتخليني تعرفني قد ايه نحبك مريم حس بيا نحبك فهمها يا خسرت الوقت اللي عديته معك طلعت ما تستاهلش مريم نحبك مريم يا سيدي مرحبا بك باش تم جديد هاك اخويا كما تعرف هاك مزوز ولاد عملنا النقابه في المعمل شديت طردتهم وتحت منهم احسن ما عملت لازم وشنو اللي لازم باش نبقاو صابرين عليهم اي خويا خلينا نحبوا نتحدوا في الصحيح تو هيا علاش ليه وقيت علاش ليه هاي ريان صندوق نمشي ورا خويا اللي انتم راغبين خاطبين في بنت الحسب ونسب وخلينا نفرحوا بهم الصغار يا ليش ليه فاش تستنى هي حاجه متفاهمين فيها من قبل وصدوا ربي ونتهناو عليهم ونستحضروا عرس زيق
واللي فيه الخير ربي سهل فيه. هكا ولا؟ أي موافق. أنا موافق تهنى عمزة. ربي يهنيك، ربي يتم بالخير. تيسير، شاف كيما؟ يا ربي. بعد إذنك عم. خذ راحتك. عاجبك اللي ساير هذا؟ مش عاجبني حتى تقريبا. وانت على خاطر ما صلحهم يحبوا ياخذونا انا وياك لبعض؟ البارح حكي معاهم كي طلع عن حل بالخطأ. حكيت راني حكيت، ما لقيت حتى حل، مانيش فاهم شنو نعمل. انا زاد ما عندي حتى حل، ما نجمش نمشي نحكي مع با نقول له هكا 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 هكا، مش باش يسمعني. نعرف نعرف نعرف، اما انا وياك خويت من الصخرة، معناها ما تجيش الحكاية، امبوسيبل نجم نصدقها يعني. لازمنا نتبعه اللي باش يقولوا علينا احنا نتبعه. ذي الى متى باش نتبعهم هكا؟ عندك حل اخر، لازمنا نتبعهم لين يحلها ربي، ان شاء الله ان شاء الله يحلها ربي، تلقاو حل في الاخر. انت وعدني باش تلقى حل. ما نجمش نوعدك بشيء توا، راهو حل لازمنا بالرسمي، لازمنا نتبعهم اللي يقولوا عليه نعملوه وتحلها ربي، لازم نلقاو حل نخرجوا بيه. باهي هاني معاك في الخط ومعاهم هما زاده في الخط. باهي برا سبقني خلينا نكمل سيجاره ونخرج. عن 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 ساندرا ساندرا بيك رابتي ان شاء الله كينك برش واحدة كيفها لحلوحة لحلوحة زي ما كينك برش عرسونا كيما تأسلوا فيه ايه علش لي علي انا مهبولة بش نخو واحد بطي كيفك يخالي ايش انا بطي سيب التليفون يا دي فاهمك والله فاهمك وعادرك على الاخر نعرف اللي انت فيه توا ماهوش ساهل ومش باش نقول لك منا عائلتك والاخرى الطفله اللي تحبها مع ما لقيت نحب نعاونك ما عرفتش كيفاش السلام عليكم شبيه متقلق قصه ومريض ترتاح شنو ارتاح شنو اللي ارتاح يرتاح منها الطفل مريم مريم قلت لك قصها مع مريم كلام مبروك صح تحكي بجدك وسير ولا العظيم بتعرفني قد نحبها الطفل حتى هي تحبك زيد وهم بلوس يحبوا ياخذوا لي بنت عمي متربيه انا وياها من صغري كالخوات معنا بنت عمك شريك بوك صح عليك صح صح علي على شنيه ليه تسكت خير انت اسمعني صح تو وقت حب راه مش وقت حب وريت البارد هذا اللي تعمل فيه سامحني للحب الشيء بالفلوس انت بعد بالطبيعة يا ولدي انت بنت عمو هي الوحيدة اللي تنجم تهنيها في الدنيا هذه والمشاعر والحب والأحاسيس والحكايات هذوكم كل شو عملنا فيه موجودين في الأفلام والكليبات موجودين هيا يقوم شو مجيبك انت يدهس تليفون لحظة بركة ونفسر لك طلع شكون هذيك شكون هذيك ابو ذي ابو ذي شكون يلعب حسب رايك زعما شكون ظاهر على العملية يخون في مرته ومع طفلة صغيرة وترانكوشة ويلوم على ولده يقولوا لازمك تخو من العائلة وتخو بنت عمك وهو بيدو مخو بنت عمه ويحكي له في لغة أنا متهني مع أمك مريقلين عايشين سافا يتنافق عليه اسمعني مريم من الأخرة تتصور هذوما باش نهزهم لذي الحاجة الوحيدة اللي نجم يحاربها أبوه هي الحكاية هذي ما تكون بعد لابو بشي يشوف تساور بشي يبدل رايه وبشي يحشم على روحه نظن فهمتني مريم
انت معايا ولا ايه؟ مش تحب يقول اكيد معايا. اوكي باب ضياء. لبس عليك صباح الحمد لله. مرتاح متفرغ؟ ما فكرتين تعالى يا كيف؟ ايه صح اللي نحب نوريك شوية تصاور عملتهم بكري ان شاء الله يعجبهم. صور؟ هذي زادة متفرغة معاكم؟ شكون هذا؟ شكون صورتنا هذا؟ هذا اللي همك انت يا امي سادش كتخون امي وهي مسافة. ما كان جيت نخو على حب امي لو هذا كل ما يصيرش خاطر انت زادة خذيو لك بنت عمك باستيفاء عليك على ذلك انت تدخل فيها من بابا باش قولي لك من الاخر رانيانا وتيسير امبوسيبل كان عرسوا بعض ومن اليوم الخطبة حسب انيولي. عندك حق ولدي اللي صار عليها محبوش يصير عليك وكانك على امك توجيه ونحكي لها على اللي صار بيني وبين طفلها هكي بالضبط وتيسير من توا اعتبر الخطبة بتاعك انيولي. واضح نبيهي ما تبتعش عايش أختي هني سنة فيك مداك وغاي بابا. السلام عليكم ليه تبعك انت؟ أمينة ما عديتش صح بشي